ديك لعبوه عز الحق ما عندناش عاد من ديرو لعبوه وكنشجعو كنشكرهم على المجهودات اللي داروا. واي واحد راه ما تيديرهاش بالعاني فهمتيني، لا بوحدو راه ما دارهاش بالعاني، راه ماشي اي واحد تيبغي معاك كيف الفريق ديالو. وان شاء الله نبنيو عاوتاني، نعاودو نبنيو منتخب الجديد، نعاودو نركزو على الهجوم، نطلعو شي واحد اللي مزيان في الهجوم. وان شاء الله كنتمنى ليهم التوفيق في كاس افريقيا الجاي وفي كاس العالم ان شاء الله الجاي 2022.